وللحديث عن الضربات الإسرائيلية على سوريا والنفوذ الإيراني المتنامي هناك معنا من إسطنبول الباحث في مركز جسور للدراسات السيد وائل علوان عبر الخط الهاتفي. مرحبا بك معنا سيد وائل. أهلا بكم، تحياتي. بالإشارة إلى ما ذكرته وول ستريت جورنال عن أن 400 ضربة نفذتها إسرائيل ضد إيران معظمها كانت في سوريا، أولا ماذا تعني هذه الحصيلة؟ نعم، بالفعل نحن نرصد بدقة الضربات الإسرائيلية. الضربات الإسرائيلية ترتبط بجانبين رئيسيين، الجانب الأول هي التحركات الإيرانية والتطوير الإيراني للمواقع، مواقع التصنيع أو مستودعات الأسلحة والمعدات العسكرية التي تشكل خطرا أمنيا على إسرائيل، أو دعنا نقول التي تشكل الخطر على الأمن القومي الإسرائيلي، الطائرات المسيرة ومنها الرادارات ومنها الصواريخ قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، وخاصة التي تطور إيران من توجيهها بشكل حراري كما يحدث في المركز البحوث العلمية في مصياف، وكذلك بعض البطاريات الدفاع الجوي التي تحاول أن تطورها إيران. هذا الأمر الأول الذي ترصده إسرائيل وبناء عليه تكون الضربات. الأمر الثاني المهم هو التنسيق مع روسيا، لأن إسرائيل مضطرة ليس فقط سياسيا وإنما أمنيا وعسكريا إلى التنسيق مع روسيا، لأن روسيا بهذا التنسيق تضع الدفاعات الجوية المتطورة والقادرة على التعامل مع النيران الإسرائيلية، على خلاف تلك التي لدى النظام السوري أو لدى إيران، تضعها في حالة عدم التشغيل عندما يكون هناك استهداف إسرائيلي. لذلك تحرص إيران دائما على وجود الروس معها في الكثير من المواقع، مثل مطار الجراح العسكري، مثل طبعا خريطة المطارات التي نشرناها نحن في نهاية الشهر الماضي، تبين أن أكثر من 20 مطار هي مطار مشترك كقواعد كبيرة، قواعد عسكرية كبيرة، تحرص إيران على أن تكون القوات الروسية موجودة فيها كي لا تستهدف من قبل إسرائيل. نعم سيد وائل، هل تعتقد بالنظر إلى هذه الحصيلة التي ذكرناها أن الضربات أدت إلى تراجع نفوذ إيران في سوريا أم يعني لم تكن كذلك؟ الضربات باعتقادي إلى الآن هي سياسة جذب العشب، هي رسائل لإيران تراقب بدقة تلك الشحنات وتلك الحمولات عالية النوعية وتستهدفها فقط. أما موضوع الانتشار الإيراني والنفوذ الإيراني وحتى الأسلحة الإيرانية الموجودة في سوريا فقد ازدادت زيادة كبيرة جدا خلال العامين الماضيين، ولم تساهم تلك الضربات الإسرائيلية سواء في مواسم كما يقال كثرة تلك الضربات أو عندما تكون متفاوتة شهرية تقريبا، لم تساهم في تخفيض طبيعة النفوذ والانتشار الإيراني في سوريا، على العكس تماما، حتى على الحدود في القنيطرة وعلى الحدود في درعا وقريب من السويداء هناك انتشار إيراني وانتشار لحزب الله وكبير جدا، وهناك بطاريات دفاع جوي وهناك رادارات استطلاع في القنيطرة قرب الحدود مع إسرائيل. تتعامل إسرائيل مع نوعية خاصة وبحجم محدود جدا من تلك الأسلحة وتلك المنظومات التي تستهدفها والشحنات من الأسلحة التي تستهدفها. هناك خطر متصاعد وهناك خطر كبير جدا لا تكفي فيه تلك الآليات التي تتبعها إسرائيل. اليوم نتكلم في تدمر وفي مصياف وفي حمام عن مراكز كبيرة جدا لحقن روس الصواريخ بالمواد الكيماوية، عشرات المستودعات في سوريا نحن نرصدها. طيب إذا كان وجود إيران في سوريا للمقاومة، هو للمقاومة كما تدعي، لماذا يحرص الطرفان على إبقاء قواعد الاشتباك هادئة كما هي عليه في لبنان؟ طبعا بالنسبة لاختيار المساحة السورية الكبيرة، معروف أن الفوضى في سوريا هي مناسبة بشكل أكبر بكثير لإيران لتكون مساحة التصنيع الحربي وتطوير التصنيع الحربي وترسانة الأسلحة أكثر بكثير من الأوضاع التي تختلف نسبيا كما هي في العراق أو كما هي في لبنان، وهي طبعا تعلم أن هناك فاتورة من هذا القصف الإسرائيلي، لذلك هناك دائما حالات
نقل المواقع، التحصين المتين، أنفاق وخنادق ومستودعات تحت الأرض بعمق 15 متر، ترسانات من الحماية، نقل المستودعات بين الفترة والأخرى. شهدنا مثلا في نهاية العام الماضي نقل لمعظم المستودعات التي كانت في شرق حلب إلى جنوب حلب، مستودعات الصواريخ. لذلك هي تعلم أن هناك فاتورة، لكن هذه الفاتورة كما قلت لك ما تزال محدودة. التحرك في سوريا، التخزين في سوريا، تطوير السلاح في سوريا، حتى تجارة المخدرات وتصنيع المخدرات وتهريب المخدرات في سوريا أمر يناسبه الفوضى الموجودة في سوريا أكثر بكثير من تلك الحالة الموجودة في لبنان أو الموجودة في العراق. اليوم المركز الأوسع للنشاط الذي يحتاج إلى بيئة الفوضى بالنسبة لإيران هو في سوريا. المناخ في سوريا مناسب لإيران أكثر من أي أحد من الفاعلين المحليين أو الخارجيين. من ناحية دولية أستاذ وائل، مع انشغال روسيا بالفعل في غزو أوكرانيا وإمكانية أن تستغل تل أبيب وواشنطن هذا الانشغال من أجل مزيد من الضغط على إيران في سوريا، هل تتوقع ذلك وخاصة بعد أن مرت أسابيع طويلة على الحرب في أوكرانيا؟ كنا نراقب طبعا باهتمام بالغ التنسيق الإسرائيلي الروسي للضربات على الأهداف الإيرانية وكم سيتأثر بالموقف الإسرائيلي من الحرب في أوكرانيا. وأنتم تعلمون أن روسيا لم تكن راضية كل الرضا عن الموقف الإسرائيلي، وحاولت إسرائيل أن تلعب دور الوسيط أكثر من أن يكون لها موقف. الضربة الأخيرة في مصياف تشير إلى أن التنسيق الإسرائيلي الروسي ما زال مستمرا. الإيرانيين بالطبع، الحرس الثوري الإيراني يستغل الانشغال الروسي، بل الحرس الثوري الإيراني يتفاعل بإيجابية مع الطلبات الروسية بتجنيد عدد كبير جدا من الميليشيات ومن المقاتلين إلى أوكرانيا. لدينا معلومات ولدينا تقارير عن استجابة الحرس الثوري الإيراني وخاصة في منطقة دير الزور إلى تجنيد تابعين له محليين يعرضون عليهم التجنيد إلى أوكرانيا. كذلك الأمر طبعا ببعض المنتسبين للحرس الثوري الإيراني من العراقيين ومن الأفغان ومن الباكستانيين، لكن بشكل أقل يطلب من هؤلاء الجنسيات الخبرات فقط الذين يعملون على صنوف محددة من الأسلحة. لذلك هناك استجابة تقدمها إيران لروسيا في الضغط بموضوع التجنيد وموضوع الاستفادة من الكوادر المدربة والتي خاضت الحروب في سوريا باتجاه أوكرانيا. في المقابل حصلت إيران بشكل مباشر على امتيازات واسعة من إعادة بسط السيطرة والنفوذ ونقل قوات ونقل أسلحة بغض الطرف الروسي، بل هناك بعض المواقع أخلتها روسيا وشغلتها القوات الإيرانية، وكان هناك أعداد كبيرة جدا نقلت من إيران من الجيش الإيراني النظامي الرسمي ومن الحرس الثوري الإيراني وكذلك من مجموعات كثيرة من الجنسيات المختلفة التي تعمل ضمن صفوف الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى توسيع كبير جدا ومشروع الآن تعمل عليه إيران والحرس الثوري الإيراني لخلق مساحة أكبر من المنتسبين المحليين على شاكلة جماعة الحوثي في اليمن وحزب الله في لبنان. يكون هناك تجمع لكامل المحليين المنتسبين المتشيعين للحرس الثوري الإيراني ويكونون تحت قيادة واحدة، قيادة محلية موالية لإيران بشكل كامل. يعني بدل أن يكون هناك منتسبين محليين في صفوف زينبيون أو فاطميون أو الحشد الشعبي أو حزب الله العراقي، يتجمعون في ميليشيا واحدة تابعة. وصلت الفكرة سيد وائل العلوان، باحث أو الباحث في مركز جسور للدراسات، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول، شكرا لك.